ولسه مكملين وسهرانين على الراديو 90 90 واستوديو 90 90 حسام عصام وإمام مختار كل خميس من الساعة 10 للساعة 12. بقول لك ما تيجي نحلي بقى دلوقتي بما إن جبنا سيرة طبق الحلويات الشرقية واليميش. واليميش أيوه. خلينا نحلي بقى مع أحلى ضابط مخابرات السنة دي في مسلسل الاختيار النجم محمد العمروسي. يا مساء الفل يا نجم. مساء الجمال، مساء الجمال عليكم إيمان وحسام. الأول مبروك على المسلسل ومتألق كالعادة. الله يبارك فيكي والله وميرسي جدا لذوقكم، وبجد انتوا احلى من يميش رمضان والله. والله هو ده الكلام الحلو بقى حبيبي، ربنا يخليك منور الدنيا. طبعا عايز اقول لك مش بس مبروك على الاختيار، مبروك على كل الخطوات الحلوه اللي ملحوظه من عمل اخر. يعني برضو الدور بتاعك كمان اللي عايز برضو اتكلم عليه في مسلسل اجازه مفتوحه اللي كان مع الفنان شريف منير، كان برضو مسلسل حلو قوي. عملت فيه طبعا عملت فيه برضو، يعني كل دور بصراحه فيه نقله، فيه حاجه مختلفه وفي حاجه بتضيف لك حقيقي. الحمد لله، ميرسي جدا يا حسام، ودي حاجه تشرفني رايك جدا والله. ربنا يخليك. الحمد لله ليا حظ ان انا بشتغل مع ناس محترمه ومهمه زي استاذ شريف منير ومدام سامحه ايوب وكل الجيل العمالقه ده. يعني احساسك ايه بقى يا محمد في مسلسل كبير زي مسلسل الاختيار اللي انت بتبقى عارف ان مصر كلها متجمعه قدام شاشه التلفزيون في رمضان، لان المسلسل يعني ما فيش بيت مصري غيره بينتظر حلقاته. فاحساسك ايه وانت بتشتغل في مسلسل كبير زي ده وفي نفس الوقت انت بتؤدي دور ضابط مخابرات مش سهل، يعني ودور كبير ودور ليه عمق عند الشعب المصري كضابط مخابرات وليه مساحه كمان كبيره، فمحتاجه ان انت تعمل لها شويه تفاصيل فعلا في الشخصيه. استعدت ازاي؟ والله هو مسلسل الاختيار يعني وسام شرف لاي حد يشارك فيه، لانه عمل بيخلد يعني بيوثق احداث حقيقيه كلنا مرينا بيها. فالحمد لله كان من حظي ان انا كنت مع كرو العمل ده، والحمد لله في دور مهم باذن الله يعجب حضراتكم ويعجب الساده الجمهور. وطبعا احنا استعدينا بشكل كبير قبل ما ندخل نصور، قعدنا فترة كبيرة بنعمل بروفات وبنتدرب على الحاجات اللي هنشتغلها. خد مجهود كبير فعلا من كل كرو العمل، فالحمد لله يا رب ينال اعجابكم يا رب. انت كمان بتلعب برضو الدور، يعني انا برضو اللي لاحظته طبعا معظم المشاهد بتاعتك مع احمد عز، ولاحظت ان انت بتلعب الدور يمكن مش بالشكل التقليدي قوي لضابط المخابرات. يعني دايما ايه بنشوف ضابط المخابرات في شكل ممكن يكون ليه تفاصيل محدده شويه، انت يعني حاسين احنا ان انت بتلعبه بشكل اقرب اكتر للطبيعي. والله هو يعني اولا تحيه كبيره للنجم الكبير احمد عز، يعني اخويا صديقي، وعايز اقول لك ان هو احنا كان من البدايه كنا متفقين ان احنا نطلع الشخصيات لحم ودم. يعني شخصيات حقيقيه بروحها بتزعل بتضحك بتفرح زي اي بني ادم، لازم تطلع بكل الوانها وكل اشكالها. فالحمد لله احنا قدرنا نوصل لده ونوصل للجمهور، وكان هو خط لايت برضه موجود في المسلسل برضه بشكل دارك كبير. يعني احنا بنمر باحداث جامده جدا وتنشن، واحنا في موسم رمضان لازم يكون في حاجه كده برضو في النص تبقى بتخفف على الناس يعني. طبعا طبعا، وكمان لسه اكيد الشخصيه هيظهر فيها حاجات كتير جدا على مدار الحلقات اللي جايه، اكيد هتختلف ان شاء الله. طبعا يعني في احداث انتظروها مهمه جدا واحداث مشوقه جدا ان شاء الله. وبجد يعني هو عمل مهم جدا محمد. أنا ببارك لك وألف مبروك، ودايما من تألق لتألق ومن نجاح لنجاح، وأنت شخصية قريبة من القلب، وإن شاء الله نشوفك كده نجم النجوم حقيقي. يعني أنت تستاهل يا محمد. بس أنا آخر سؤال بقى عشان مش قادرة أقفل برضو، عشان يعني السؤال يعني وأنت رايح كده، طبعا مش هسألك عن حياتك الشخصية يعني لو مش حابب تتكلم فيها، لكن هو سؤال للحلقة مش يعني سؤال كنا بنقوله من شوية، هو سؤال ليها هي وأنت رايح لخطيبتك في أول يوم رمضان، هل تجيب علبة يميش ولا طبق حلويات شرقي كده نص نص؟ والله أنا أجيب الاثنين. شفت الرد؟ شايف الرد يا حسام؟ شوف الراجل اللي بيضمن حياته، شوف الراجل بيشتري مستقبله، شوفي. لا هو ده رد 100 100، ده الرد الراجل اللي بيحب البنت اللي معاه أو بيحب خطيبته.
فنان محمد العمروسي بجد نورتنا، بشكرك جدا جدا على مكالمتك الحلوه، ان شاء الله نكلمك دايما في كل نجاح بتحققه ان شاء الله باذن الله. احسام ودايما بالتوفيق والنجاح ليك يا رب. حبيبي بشكرك. كل سنه وانت طيب يا محمد، رمضان كريم. شكرا جزيلا. باي باي. مع السلامه. شفت اشترى حياته. قال لك الاثنين. ده رد ده رد مخابرات. الراجل ده خد من الشخصيه كتير. قال لك اجيب الاثنين. يعني بصراحه انا قلت ايه؟ ما احطش نفسي في مزلق. هيقول علبه يمي يعني اللي هو البوكس بتاع اليميش.